حتى عندهم ويحملوا لنا برامج عندهم فيه بزبوز حملوا لنا برامج روحوا للروضه الفلانيه روحوا الروضه الفلانيه روحوا والله ما يغرمون ولا شيء شو راح عليهم هذا واحد من العيال عندهم الطايف في عيال جو الادمي ذا عجيب 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 يدق سلف الموتر بدون سابق انذار ولا خاص مسكت مع مكشات دق سلف الموتر الحاله وعلى القصيم ياخذ فيها نهار نهارين وعلى حال ياخذ فيها نهار نهارين وراح للديار اللي ياخذ له فاره يوم يجينا هو بعد مشغل حق الكيلوات ذا يوم يجينا هو قاطع له 2000 2000 الحاله يد يشوق يا اخي استانس هذا والله زين ارقد متى ما ابغى والله حقه وزين دق علي ليله قال يا ولد في توقعات على الساحل على الساحل من من جده لين تبوك كله في توقعات سحاب جاي مننا وتبشر ونروح انا والحان ونروح ونبيت طال عمرك جهه الرايس ونروح الينبع ونروح اصبحنا عاد رحنا لجهه الينبع علم لين ما وصلنا املك املك عاد شيء فظيع يا ولد جينا خشينا لنا يم شاطئ يم املج يا ولد بينه وبين الخط يمكن فوق 15 كيلو مقطع لا شبكه احنا نجلس عينا في الرادار لا والله ان السحاب كل ماله يقرب منا احنا نصب خيمتنا ما بخيمه مناها لان موسيات هذه عرفت خفيفه ان اللي ينامون فيها ايوه احنا نزينها طال عمرك ما تصحى إيه. البرد بعد المغرب احنا نزين قهوتنا وتقهوه بعد العشاء لا والله معاوين في البرق يا ولد يوم يبرق في وسط البحر السحاب كل ماله تقرب كل ماله يوم قبلت على طلع المقطع ذا في الفيديو اللي انت صورته تذكره لا هذيك مالك هذيك فيلم جيرمه اعلمك بسالفتها بعد الحين سبحان الله ضغط السحابه هو جايك ينفض اللي قدامه نفض احيانا الموت خاص تحس بينقلب ضغط السحابه سبحان الله خاص اللي قبلت على الشاطئ المهم طال عمرك وتهب علينا لا اله الا الله يا ولد احنا عاد على دوب ذهب عشانه احنا نخش في خيمه صغيره يا دوب تكفي ثلاث انفار ودقي مناسيبها صغار يا ولد وهي تلوفنا وهي تعطينا والله يا رجيل من بعد العشاء ألين تقريبا الساعة ثلاثة ونص لا إحنا قادرين نجمع العزب ولا إحنا قادرين نطلع من الخيمة ولا إحنا فجر ولا إحنا قادرين نرقد الأغراض مجدعة برا كلش 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 ما صدقنا بس أسفرت علينا يا ولد وحنا استغفر الله ونقوم يا دوب هد أمطرت علينا وسيلت الشعبان اللي حولنا وألهم ما أدري كيف عدت ذيك الليل على خير وحنا نقوم ونصلي ونلقط عزبتنا ها يا ولد وين؟ قال يا ولد نبا نصل وادي الديسة حنا خاص حنا الحين في حدود تبوك دخلنا تبوك كم ليش تبع تبوك ونروح على الوجه ونروح الضبا الضبا يوم جيناها ثاري في نفس الليلة هذيك يا ولد لا إله إلا الله يوم جيناها وفيه ديانات مقلبة وفي بيوت غرقانة وفي محطات من دمرة ونجي طال عمرك فيه وصلة بين ضبا وبين وادي الديسة يمكن حوالي 100 وشوي مقطوعة الشبكة ومقطوعة الكهرب عنها مقطوعة قريبة 150 كيلو احنا وقتها قد لحقونا ناس من العيال يمنا في الوجه لحقونا وتغدينا وروحنا يوم جينا الخط ذا اللي هو متكسر الخط ذا اللي بين ضبا وبين متكسر السيول لعبة فيه وتريلاتهم غير رزة وحالتهم حالة مدري كيف سبقونا العيال مدري سبقناهم وضيعنا بعض يا ولد تقدم توخر ما في شبكة لما نتواصل معهم أزرينا اليوم وصلنا في واحدة من المحطات اللي في الديسة سبحان الله ربي جمعنا فيها سوء وحنا تجمع فيها قال واحد من العيال شو كان بنبيت في الوادي جوا قلت قدام واحد من العيال معنا كان الرجال حكيم شو قال يا رجل الوادي ترى سائل اليوم والوادي ترى هو بسيط وضلعان تبوك أول مرة أجيها وضلعان تبوك لا إله إلا الله يا أخي إلها هيبة شيء يفجع ولد أكبر من العمال إيه قلنا نخش يا ولد جينا سحابة جينا شلا قدر الله وترى النوم حتى في الوديان ظن منهي عنه وإنه مكروه ونخش لنا في قرية جنبنا يقال لها الخمرة الظهر ما خضن اسمها الخمرة ونخش لها طال عمرك اللي فيه شعيب قدامنا يوم جينا نقطعه ويبرك الموتر يوه برك محله هو سائل ولا طيانة صبخ لا سائل هو سائل بس عاد مو بذاك خلاص المهم طال عمرك ويطيح سحب شيل حط ابوك ولا يتحرك تحرك ويجونا عاد عطوات من هالدير الله يستر عليهم والله يا رجل اظن جانا فوق 15 موت والله ما ابالغ فوق 15 موتر ازرق ويظهرون مر لين جانا واحد اذكر واحد العطوي قال له ابو فارس الله يستر عليه قال يا رجل انا تراني اعرف ديارنا واعرف والله ما يظهر لك ريك لكن قام انت واحد اللي قال له جزاء العطوي الله يستر عليهم معه واحد من عيال عمي قال مزرعتنا قريب قبل نروح نجيب كريك يجيبوني كريكات وش كريكات يدويه كريكات ويحفرون ونش طيب ولا شيء لا ونش ولا غير عيه تسحب مرضه
ويحفرون من يد نشيط في يد نشيط مكلف جميع عند الموتر فوق 15 طجار. ونحفر 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 لين ماشي نطيمة تحت الموتر مر دق السلف يسحب واحدة معه وش تل الموتر هم يحلفون علينا يا حبيبي أهلا ملقز واحد قالها أبو عبد العزيز الله يستعبه أعطوه قال يا رجل عندي مزرعتنا هنا بيتين شعر وأنا رجال العزوبي والله العظيم ما تشرب مبيتكم عندي يا رجال على شيطة قال والله مبيتكم عندي وحد الروح يوم جاء شبت الضوء يا ولد والقهوة الشمالية السوداء لا إله إلا الله وتمر الديس أول مرة جرب تمر الديس يا ولد شيء والله ويضيفنا ويكرمون الله يكثر خيرهم احنا نبيت عندهم نصبح الصبح في بيت الشعر عندي احنا نصبح الصبح يا ولد دم السيد بكم نبغى قلنا مر ادي اطلبت هلا احنا مسحين من الطريق جيده ونروح نسير هالديسه ونتمشى قالوا العيال يا ولد خلينا لين ذا الوقت وحنا مقطوعين لا شبكه ولا كهرب ما الاهالي ما يدرون عنه افطرنا في وادي هالديسه تمشينا في سيارنا قالوا العيال يا ولد احنا البطايف خونا قالوا رجال الله يوجهكم احنا نبحاير يروحون العيال طويله اي وحنا طلعوا كل دقه السلف سيارتين انا اخوي والعيال الثانيين ثلاثه من اربعه في موتر واحد حنا ندق السلف منها على العلا بغينا نبيت عند جبل قال له جبل الفيل اللي جبته ترى من البات حق السيارة جبل الفيل معروف سبحان الله ضلع كبير يا ولد سبحان الله على شكل فيل معروف روحنا ببيت عنده يوم جيناه عنده سيارات حقت امن وعنده سيارات ونعود نجي عند واحد الحراس الأمن يا رجل العلم عسى خير قال والله ابن الحلال في مشروع احنا تحوطين على جبل الفيل بيخلونه مقاهي وبيخلونه طيب يا ولد احنا والله نمتعنين وجايين من تبوك لبا نبيت هنا طال عمرك قال والله ما يجينا مرضى المشروع جوا شغال وفيها معدات وفيه قلنا يلا خير ومنها طال عمرك ندق السلف لين ما جينا للديره قال لها الشملي لعنزه معروفه لعنزه شو اسمه الشملي قبل بين العلو وبين طريق المدينه أيوة. بين العلو وبين حائل وانت رايح من حائل المدينه تمر على الضاع احنا نبيت فيها طال عمرك والله رجيل ما صحاني طال عمرك الا رش المطر علينا ما شاء الله تبارك الله يوم اصبحت صبح تخيم تصحى صوت على الخيم صوت المطر يوم فكيت السحاب حق الخيم الجو يا عيال الضلعان اللي حولنا مغطي روسها الضباب اجواء عالميه وندق السلف طال عمرك ومن الشمل لين قلنا سلام يا الصنين اديرها دون حايل يا ولد ما شفنا الشمس مطار وخير الصنين هذه سبحان الله ضلعان مكهفه كذا وفي وسطها طعوس قلت اخوي هاي يا ولد مشينا قال مشينا وعاين في الرادار لا والله ان السحاب جاي السحابه جايتنا يا ولد تروي احنا نرقى للطعس ذا اخوي معي جيب لكنه ها فالدبل وهذا ما هو بلي احنا نرقى للطعس طال عمرك ونتك وزين قهوتنا وجينا السحابة ويتعطينا وهي تسمي تعطينا تحس سبحان الله الضلع اللي جنبنا يا عيال يمكن أكبر من العمارة يمكن يجي قبل كبر العمارة مرتين ثلاث مرات صفاء واحدة يوم شدت السحابة ويجيك مثل الشلالات معاه حنا وقفنا الموتر هنا تعاين في الشلال يا ولد يوم يعدي مع الطعس سبحان الله يرو المهم صورنا وغلقنا وتقهوينا تروشنا ما خلينا شيء يوم جينا ماشيين طال عمرك وينشب بطن الموتر في قشعة كبيرة ينشب الموتر وثولة طار والكفرات تقول محل والله ما طاحت إلا والله السنة عيسى معنا شمر معنا طال عمرك نعم طال عمرك إلا والله معنا اللي جاك منه واللي جاك منه واللي يا أخي سبحان يا أخي واحد والله العظيم يا رجل سبحان الله أحيانا الفراسة في بعض الرجال عاين فينا قال أخذنا وعطينا معهم ما قصروا وجو ودفوا الموتر وظهر ليه ما طلع الموتر قال أنتوا من الطائف والله العظيم يا رجل مثل ما علمت ما سولف معنا ولا شيء قال أنتوا من الطائف قلت الله هذا قال عتبان قلت الله هذا قال والله نعم الله العظيم من عرفتكم قلت يا تقول له الله تعرف أحد منا قد قابلت أحد منا قال شوف اللهجة معروف لكن سبحان الله انا اللي خوي مدرس هو طلع مدرس في بقعه قال لي خوي مدرس في بقعه خوي عتيبي من الطائف سبحان الله نفس اللهجه ونفس الدم ونفس بسم الله عليك ما شاء الله تبارك الله انت غراسه اي شيء فظيع يا ولد هو يحلف علينا حلف علينا له بيت شعر سبحان الله تحت الضئ قال والله تقلطون عندي يا ابن الحلال عجلين ابن امشي قال والله العظيم تقلطون عندي قلنا والله ما قسمنا الفنجال قهوه غيره والله ما قسم قال تم احنا نروح بيت الشعر يا عيال الشلالات من ورانا تصب بطعوس قدامنا حنا جهة يا أخي علمنا في سلسلة الجبال عندهم اللي جو سلمى قاعد يعلمنا عنها والمعارك اللي حصلت عندهم حنا تقهوى ونعين خير ونستاذ من الرجال ونروح
قنيود الابان نفود نفود على الكلام. قال فيه نفود طال عمرك. قال لها كم بضلوع كم بضلوع يعطينا. قال فيها حتى حزه فقع. قال يعطينا يعطينا احداثيات حقتها. قال رو احنا ندق السلف يا ام جي اللي كان فوت يا عيال شيء هول مرتفعه في جمع الخط مرتفعه وتعاينت بحر من نفود شيء حل الروح ونلقط من الفقع ونعين خير ونبيت الزبيدي. الزبيدي هذا من الله اعطاني حبه يا اخي والله انه زين زي البطاطس والله انه ينكب والله انه زين برد ليش والله زين فطر هو فطر ترى ما نطعن بس الله ما تحط بزار وبهار زي البطاطس هو صح زي البطاطس فطر فطر لا لا زي البطاطس قلنا البطاطس بس عاد بعض يجيك ابيض وبعض يجيك اعرف لك ناس هوايتهم يشيلها بس والله ما ياكلها يملي الغمارة والله ما يشيل يبيع 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 بس خليني أكلمك السالفة الحين. شوف إحنا غلقنا الوناسة الحين فرجعتنا للطائف أغرابيل الحين إحنا جينا إحنا راجعين للطائف طال عمرك مرينا لنا طال عمرك مع ديرة قال لها الغزالة كنت أعرفها تعرف من قلت شفت واحد من العيال عنها ديرة قال لها الغزالة مع الغزالة على ديرة قال لها الحليفة العليا وقفنا حنا الحليفة غرب حايل أي حول حايل بين الغزالة وبين الحليفة ذي وقفنا نزل الرجال بياخذ عصيرات من الثلاجة ركبنا الحليفة بين المدينة وحائل أهم إنه حول حائل حول حائل والله ما أدري وين مقعد لكن حول حائل روحنا طالع مكان وصلنا الحليفة قلنا بنتعشى ليه وقتها خلاص طافين يا ولد ما عاد إنه نطبخ ولا نبى الديار ونوقف في عند ونوقف عند مطعم ونطلب يوم جاهم جينا عند الحساب وأنت حالف وأنت حالف وأنت حالف رجال يوم دور رجال كبير أبو عيال تزوج دور محفظته له والله ما جاب له الحلال قلب الموتر قلب جيوبه مره ما كان الله خلقها اعوذ بالله شو اسمه الطاقات الصراف كرت العائله الدنيا كله بوافيه يا ولد العلم وش قلت يا ولد اخبرك اخر مره نزلت من الموتر متى وتذكر تذكر قالت خبر يوم انا ويوم اني وقفت جبت العصيرات بيننا وبينه كان حول 100 وشوي يا ولد انت صادق قال لي والله قلت العلم وش يا ولد الحين تبانا نعود ولا نخليها ولا نبات ونصبح صبح ندورنا الدوائر الحكوميه نغلقها هنا قال اقول لك والله ما ندو قلعه عشان ان شاء الله لو محفظه معنا يا ولد صادق قلت مشينا وحنا نعود والله رجيت تقول الدنيا استدارت احنا معودين مع نفس دربنا لكن طلع لنا على خط ثاني على ديله ثانيه يمكن قد حصلت لكم إيه؟ حصلت لكم عودنا مع نفس دربنا إيه اللي ما تعرف ها يا ولد ليه 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 احنا اخبرنا جينا مع دوار جينا نفس الدوار ومع نفس دخلتنا الا والله المواري غير يا ولد والديار غير الطريق اختلف اختلف مره قطع لنا كان حق ابو 20 كيلو احنا نعود الا والله الا ما كتبنا الغزاله يوم كتبنا الغزالة والله بيننا وبينهم 100 وشو احنا نروح ونعود ما لين ما طلع معك كبر الغزالة وحنا ندور قال يا ولد هي وقتها رمى كيس اصفر وتولد لا يتعدى كيس اصفر اخضر احمر اي كيس تلقى على جال الخط وقف عنده احنا نمشي وقطعنا له حق 40 50 كيلو لا والله ان الكيس قدامنا وينزل يوم نزل والله ان المحفظه يا عيال مفتوحه تقول كتاب مفتوح في وسط الخط نفلها هو كان حاطها في طريفه ويوم نزل طاحت منه لا اله الا الله يوم جت هي مفتوحه ايش معنى كيس اصفر كان معك كيس اصفر كان معك كيس اصفر رماه ومدري اخذ العصيرات من الهذي ورمى الكيس سبحان الله يوم جاء والكيس كان فيه كرام قمايم وطاع على الخط وثبت ما مجنا والله ان البطايق كامله ولا جاه موتر ولا بطاه موتر المهم بنروح يوم جينا وصلنا الحليف نفس ديرات متعشين وحنا ما عاد نشوف الدرب حنا مبيت ونصبح صبح طال عمرك ونكمل خطنا لين جينا ل اسمه ديره فيصل الحربي الحناكيه لين جينا الحناكيه جينا الحناكيه لبنصلي الظهر وقفنا حناكيه وسويرقيه إيه؟ يوم الحناكيه وحنا نوقف في واحده من المحطات احنا نوقف في واحده من المحطات ونصلي الظهر يوم جينا معودين ويدور مفتاح الموتر لا والله ما منه لا اعوذ بالله من الشيطاني والله خبر حناكيه يعني بينه وبين المناطق الكبيره مسافه شو وندور ونقلب والله ما كان الله خلقه قلت له حاضر كره الله انت خبرك المفتاح متى قال خبر المفتاح يوم نزلت من الموتر هو الموتر ما قفل يقول نزلت من الموتر هو معي قلت متاكد وين روحت المهم ندور بكرامه في عند المغاسل عند يوم جينا توضا لا والله ما منه قال يا ولد انا خبر يوم نزلت من الموتر في يدي كيس رميت الكيس يمكن اني حاطه في الكيس ولا يمكن اني رميته مع الكيس في البرميل وتو كرام يود تصادق قال لي والله اعوذ بالله من الشيطان واحنا نتحمطر وندور حول الموتر والله ما قال لنا عامل انا راح اكلم قال صديق العلم كيت وكيت وكيت علي 50 100 ريال بس انت يبغاه يطلب سمع كلامه هو يسولف واحد من العمال واحد ثاني ما هرجناه ولا جينا
هو يطمر، الثاني اللي ما جيناه ولا هرجناه هو يطمر. قال الكيس اللي رميته وش لونه؟ قال لونه اصفر. ويدور ويدور يدور، قال هو ذا المفتاح اللي تبونه؟ الا والله المفتاح اللي جاب حق خوي، والله العظيم رجل مثل ما علم. لا اله الا الله، عاينت فيها ولد، اهم جينا تحالف مع هذاك، جيت بسلم على راسه، جيت قال لا 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 مره غطى، لا 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 واجب والله مكتبه الواجب يا ابن الحلال. والله والله رجل لها رجناه، ولكن سبحان الله ربي بعض الاحيان يسخر لك من الطيبين يا ولد. نعم طمر جاب المفتاح، والله ما طلب لا شكر ولا طلب منه شيء، وروح دق السلف. ما صدقت انه وصلنا الطايف بعد ذيك الشلفته يا ولد. سبحان الله احيانا تستانس انت، شفت استانسنا في المطار واستانسنا وتشلفتنا، لكن برضه شلفته ترى احيانا لها نكهه. لا طيب انا اعلمك، زي ما ضيعنا المفتاح ذا لو ان مشينا طول الخط بدون ما نضيع، بدون ما ترى الغرابيه الحلوه إيه انا اعلمك إيه، لكن يوم عودنا المحفظه 100 كيلو لقينا المحفظه يا ولد، فرحه الشيء عجيب. صح إيه. يوم ضيعنا المفتاح نفس الكلام، دور يوم طلع المفتاح بالعكس مدق السلف إيه، وتشايش وتشغل الشيلات وتستانس. هذا مما طراه يا شباب، تقول من ناحيه الشلفته ومن ناحيه الوناسه yeah. فالكشت اللي ما فيها شلفته ما لها طعم. نعم صحيح، وهذا درسنا للمكتب يا شباب ان شاء الله. اللي هو الشلفته، اللي هو الشلفته واختلاط المشاعر. ان شاء الله بعد البرنامج باذن الله بين كشتها ابني لا اوريكم. ما فرحت فايده، اعشق الشلفته. تراك مبلغ، اعشق الشلفته. يا سلطان يا روحي لا تبكي الجراح لأنني الله من غيرها ألعوبة لا تلعب، إن الذي خلق الدواء كأنما